ورجعنا لكم بعد الفاصل، واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، وجمعه مباركه عليكم، وان شاء الله يا رب يجعل ايامكم كلها مباركه. ويؤسفني ان انا ابدا الحلقه الاول بالتعزيه وبخالص عزائي لاسره شهيده السرطان الطفله مريم الاجرود، وطبعا دي بدايه مؤسفه قوي ان انا ابدا بها يعني الحلقه بعد الموسم. وندعو الله ان يعني يربط على قلوب والديها وينزل الصبر والسلوان على قلوب والديها وزويهم، ربنا يرحمها يا رب برحمته. وطبعا احنا في البدايه خالص بحب برضو اطمن الساده المشاهدين متابعين برنامج بنت البلد ان انا معاكم، وبرنامج بنت البلد قائم ان شاء الله، ولكن بلدنا الحلوه وبنت البلد ان شاء الله يكونوا بيكملوا بعض وبيصبوا في مصلحه المتابع ومصلحه المشاهدين ان شاء الله. وبدايه الحلقه احب طبعا ارحب بالاء مقدمه البرنامج معانا، والاستاذه معانا النهارده ضيفه الحلقه الاستاذه جميله الاستاذه منى بدوي اخصائيه التجميل. والنهارده تبقى حلقه مميزه شويه، بعيد عن القضايا وبعيد عن المشاكل، ولكن قضيتنا قضيه الجمال النهارده، وازاي الانسان يعني يعتني بنفسه ويكون جميل في كل حاله وفي كل حالاته. اهلا وسهلا بك يا دكتور، شرفتينا ونورتينا النهارده، وان شاء الله يجعلها حلقه موفقه. طبعا احنا في البدايه زي ما احنا بنقول في مقوله معروفه كده بتقول الجمال جمال الروح، وانا بقول جمال جمال الشكل وجمال الروح، الاثنين بيكملوا بعض. مش استحاله يكون انسان وحش وتلاقيه جميل، هو الاسلوب طبعا مطلوب ولكن الجمال بيكون نابع من جوانا، فاحنا عايزين نبقى جمال لنفسنا، الجمال يكون لنفسك. سواء للمراه بقول لها كده لازم أن تكوني جميله لنفسك مش عشان اي حد. وبرده النهارده الحلقه بتاعتنا متعلقه بالاثنين، الرجل والمراه. طبعا احنا في البدايه خالص هنتكلم النهارده عن العنايه بالشعر، دي بدايه اي حاجه، ودي طبعا بتخص الرجل والمراه أكيد مش طبعًا. المراه بس لا طبعا اكيد. طيب احنا عايزين الاول المشاهدين يتعرفوا بحضرتك، ازاي بدات المشوار ان حضرتك دخلتي في المجال ده ازاي؟ بدات من وانا صغيره، بدات في الاول في ان انا درست في مالطا، وكانت بلدي الاساسيه هي ليبيا، انا عشت في ليبيا فترة من عمر طفولتي كبيرة، وبعدين بعديها عشت في السعودية. أيوة. وانا بدرس بروح مالطا، بس المكان الاساسي اللي درست فيه كان دبي. تمام تمام. طيب دكتور احنا حابين نعرف انت بقالك كام سنة مثلا في المجال، او دخلتي المجال ده من قد ايه؟ دخلته من وانا صغيرة جدا، درسته وحبيته عشان كانت لاسباب شخصيه جوايا انا. اللي كان شعري مش حلو خالص، وكانت بشرتي تعبانه جدا، وده مش عيب ان انا اقول كده. لا بس ما شاء الله دلوقتي قدامنا حد جميل جدا جدا. لو انت اساسا اكيد كنت جميله برضو، بس هو دايما الانسان بيشوف نفسه. لا لا دي حقيقي، لا دي حقيقي، يعني بتبقي جواكي حاجه كده بتضايقك فبتحبي، فوصلت لكده ودرست تبع شركات حلوه، وكانت فتره جميله ان انا عشت الجمال ده كله مع شركات حلوه للشعر وللبشره. اكيد ده اداكي حاجه جواكي انت، يعني انت كان حاجه جواكي هي كانت سبب لوصولك لده. ده شيء لابد منه، لابد دايما ان انا كانثى اهتم بالجوهر والمظهر. ده انا قلت فعلا بدايه الحلقه ده، الجمال جمال القلب طبعا، القلب طبعا اكيد، والقلب الطيب، لان احنا كلنا اكيد هنكون طيبين. وبعدين جمال الروح مش جمال الشكل، وبعدين بيكمل بقيته بقى جمال الشكل وتاج المراه شعرها حضرتك انت بشرتها. انت حضرتك قلتي كلمه الاول كده عايزين نقولها للساده المشاهدين، انت بتقولي انت حضرتك قعدتي فتره في ليبيا. يعني اصلا نقول بقى ليبيه ولا مصريه ولا مختلطه؟ انا اختلاط، انا شوف الجنسيه ايه بالظبط عشان انا كوكتيل بس. كوكتيل ما شاء الله، كوكتيل جميل والله. ربنا يخليك. بس عشت برضو فتره حلوه جدا مع في السعوديه، ومع ناس يعني كانوا جمال قلب وشكل. اشتغلتي هناك صح؟ كنت بشتغل هناك. وكنت في دبي طبعا اشتغلت، وبرده كنت بدرس. انا رايك بقى في السيدات في الدول العربيه، رايك بقى مصر بقى ولا الدول يعني السيدات؟ ده سؤال جميل يعني. طبعا هي انا بحيي طبعا الست الخارجيه والست السعوديه اكتر واحده، هي كلها جمال في قلبها وفي شكلها وفي كل حاجه، بتهتم حلو قوي بنفسها. كده الرجاله هتغضب علينا. لا مش هتغضب علينا ولا حاجه. والست المصريه جميله، دي فيها حاجات حلوه كتير طبعا. بتتكلم بس انا عشت كل عمري بره، ما عشتش في مصر كتير.
بس طبعا اخيرا جيت استقريت واستقريت في مصر. الست المصريه معروفه بجمالها الطبيعي، البساطه والجمال. اه طبعا هي ام لكل مصر، وبعدين بتحب تهتم باولادها وتحب تهتم ببيتها وبتدي بيتها اكتر حاجه في حياتها هي واولادها. هي محتاجه بس ان الست نقول لها ان انت لازم تهتمي بشكلك لنفسك طبعًا. زي ما انا قلت طبعًا. مش عشان حد يعني، هي الاول تهتم لنفسك يعني، تهتم للغير يعني، بس نفسك الاول. طبعا انا طول ما انا مهتميه بنفسي بحس بيبقى جوايا فيلينج حلو ان انا واثقه في نفسي عندي. طبعا هو الشكل الحلو بيديكي ثقه بنفسك، بتبقي انت دايما تحس انك سعيده. اولا سبب مشاكل الشعر والبشره دول 90% تمام النفسي. طب احنا عايزين نشوف بقى، هل حضرتك انت بتقولي اشتغلتي، انت اشتغلتي كام سنه الاول في المجال ده؟ بقى لي 25 سنه ان شاء الله. عمر تقديم. طيب احنا عايزين نعرف الساده المشاهدين، حضرتك اشتغلتي الحالات دي بالطبيعه، يعني ايه اكتر المشاكل اللي واجهتك وانت بتتعاملي معاهم بالنسبه للشعر؟ احنا بنتكلم حلقتنا النهارده عن الشعر والاهتمام بالشعر. عايزين ندخل في الهير كير بقى. كل هو بص حضرتك، كان في شركات كتير طبعا طالع لهم منتجات الفرد للشعر، ما كانش لسه وصلنا للمنتج اللي هو بتاع البروتين. ابتدت الشركات دي تتطور ووصلنا للكرياتين والبروتين. ايوه الكرياتين بيبقى فيه مثلا فورمانيل عالي جدا، والبروتين طبعا. فانت طبعا كانسانه اخصائيه بتبقي فاهمه يعني ايه بشره وشعر، بتتعاملي معاهم. المفروض بتعامل مع البروتين او بتعامل مع شعري بشكل حلو بشكل طيب يعني. ايوه وصلنا للمنتج ان هو بقى جميل جدا ومتطور وبقى حلو البروتين. البروتين هل كل البروتين حلو ولا لا؟ طبعا لا طبعا في كده وفي كده، بس هم يعني هو الرقع على الاخصائيه اللي بتبقى بتشتغل بايديها. طب انا مثلا لو بشتغل تحت ايد اخصائيه، عايزه اعرف مثلا الحاجه اللي فيها فورمالين دي اعرفها ازاي؟ او احنا البدايه خالص احنا كنا بنسال سؤال كان الاول عشان نبني عليه، احنا هنستخدم البروتين ولا لا؟ احنا سالنا الاول يعني، انا عايزه اعرف برضو انا كواحده، بتعرفي حضرتك يعني مثلا نوع الشعر ازاي؟ يعني اكيد له انواع طبعا. كل شعر سيده مش زي الثانيه. في شعر افريقي وفي شعر خيلي وفي شعر الافريقي ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو المجعد، وده انا بحبه جدا، بحب اشتغل فيه. بستمتع وانا بشتغل فيه، وبحس ان بعد ما تخلصي كده انك انت اسعدتي حد جميل يعني، حد حلو. وده متعوده عليه من زمان من وانا صغيره يعني، ان انا كنت شغاله بشركات تانية كتير لحد ما وصلنا للمنتج الجميل ده. ولما بلاقي واحده مثلا فرد شعرها تعبانه ما بعملهاش بروتين، لازم اعالجها الاول. لازم اديها كورس علاج بحيث ان الشعريه تبقى معايا كويسه متماسكه، وبعدين تخش في بروتين. لو هي مش عايزه بروتين، في حاجات حلوه جدا للبنات بتستعملها في البيت، زيوت كريمات طبيعه لحضرتك. من الحاجات يعني احنا شفنا صور لحضرتك كتير من شغل حضرتك. أيوة. احنا ممكن كده يا ريت تعرضوا لنا صور كده للاستاذه منى اللي هي لحضرتك اللي انت عملتيها وقابلتك، وتشرحها لنا برده، تقول لنا يعني انت يعني مثلا زي الصوره اللي قدامنا على الشاشه. احنا عايزين نعرف طبعا زي ما انتم شايفين، احنا عايزين نشوف صوره الشعر اللي هو الافريقي. هل في صوره؟ انا كنت شايفه صوره حضرتك انت عالجتيها بالفعل. يعني طب هي جات لك بالشكل ده، هل النتيجه كانت من اول مره؟ هي بصي لو هتعمل بروتين بيبقى من اول مره بيبان. في بعض شعر بتبقى عندها بصيله راسها كلها تعبانه، فازاي تخش عليها بروتين كده على طول؟ لازم تعليها الاول وتديها حاجات تهدي راسها وتحس ان شعرها متماسكه معاكي كويسه بشكل حلو، وبعدين تبتدي تديها بروتين. بنعمل لها ترانزيشن اللي هو بننتقل من مرحله لمرحله. وبعدين في مثلا بعد مثلا عروسه عايز تعمل صبغه وتعمل مش عارفه ايه وتدخل الصبغه مع ده. ممكن تعملي ده كله، بس لازم تدي لنفسك فرصه ووقت انك تعملي كل حاجه بحيث راسها بصيله الشعر تبقى جامده متماسكه تبقى حلو. يعني ما ينفعش مثلا ان انا لون الشعر يتعمل في نفس اليوم اللي انا بعمل فيه بروتين؟ لا هو ينفع طبعا مع الشركه اللي انا معاها دي ممتازه جدا، وممكن تعملي ده كله في يوم واحد. بس لما بتدي فرصه للشعر يرتاح وبصيله راسها تكون مرتاحه تديكي نتيجه افضل. ايوه. هو حضرتك قابلتي مثلا مشاكل من ناس ثانيه كانوا عملوا مثلا لاشخاص يعني ناس جات لك مثلا واحده انا جايه لك وبقول لحضرتك انا استخدمت واحده استخدمت منتج معايا مش كويس وجاب لي بيسقط شعري مثلا؟ بسألها لو هي بتعرف المنتج مثلا ببقى انا عارفه. بس انا من نوعيه الشعريه لما بمسكها بفهم هي حاطه ايه في شعرها، في انواع مره ولا اتنين ولا تلاته. وبعدين في ناس بتيجي مثلا
يعني اسفل التعبير، انها مثلا بتخاف تقول لك انا حطيت كذا وكذا في شعري عشان ايه؟ هي عايزه نتيجه احلى، وده خطا. ايوه المفروض ان هي تقولي الحقيقه عشان انا ابقى عارفه. يعني مثلا يعني دي رساله حضرتك بتوجهها دلوقتي بوجهها لكل واحده بتكون حاطه حاجه في شعرها، لازم تكون صريحه مع الكوافيره اللي معاها او الاخصائيه، تقول لها انا حطيت كذا وكذا. يعني في مثلا حد بيبقى حاطط حنه اللي هي الحنه اللي بتخلط. احنا جينا بقى للحنه دلوقتي عايزين نعرف الحنه فعلا مشاكلها كتير قوي. الحنه ربنا طبيعي خلقها حنه ورق وحنه حمراء. ايوه اي بقى حنه تانية بيبقى داخلها مستحضرات عشان تبقى كستنائي وبني واسود. ايوه فدي طبعا مش حنه. طب ايه حنه الفرد بقى اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي دي؟ وهل هي فعلا في حنه هنديه؟ لا هي بصراحه بغض النظر عن المسميات يعني الحنه بحد يعني في حد ذاتها كل اللي استعملها الحمد لله يعني كلها خطا. مش حلو. وبعدين هي بتجي لك بتقول لك مثلا انا مش حاطه حاجه. ايوه لو في صبغات بتبان عندي ان حاطه حنه بمجرد ما ابتدي اشتغل بتظهر، لان الحنه حتى لو 6 شهور بتبقى لسه فيها اثار. ايوه هي لو قالت انا هحطها العلاج هحط لها العلاج المناسب اللي ما يبينليش الحنه. أيوة. انا لازم اقول المشكله اللي عندي علشان نلاقي لها علاج. طيب هل في الهير تايبس عموما هل بيفرق التعامل مع البروتين والفرد من خصله للثانيه؟ يعني انا الشعر الستريت زي الشعر الويفي زي الشعر كيرلي كله بيستعمل نفس؟ لا طبعا هو بصي انت بتحطيه ده ليه دقايق وده ليه دقايق وده ليه شغل وده ليه شغل، يعني كل حاجه وليها شغلها. ما هي انواع زي ما حضرتك قلت كده ان الشعر انواع زي ما قالت الستريت وشركات يعني انواع وشركات وطريقه شغل طريقه عمل. تمام. طب حضرتك بتعرفيها يعني بتعرفي؟ طبعا بحكم خبرتي لازم اعرفها واعرفها من يعني مثلا ممكن لو حد يسلم عليا اعرف ان هو عامل بروتين ازاي عشان ابقى عارفه انا كمان. لا ممكن اعرف لو هي بتسلم عليا قبل الكورونا ونبوس كنت بعرف. دلوقتي مفيش سلام طبعا. دلوقتي خلاص زي ريحه البروتين. طيب يعني بتبقى باينه. طيب احنا دلوقتي انا برضو عايزه في سؤال كده بيراودني مثلا، يعني مثلا في ام جات لك ببنتها عملت لها حنه تمام وعايزه بعدها مثلا تعمل البروتين الاطفال، احنا كده بنتكلم على عمر يعني مثلا بتستخدمي البروتين من عمر كام لكام؟ وهل ينفع ورا الحنه؟ الشركه اللي انا معاها بستخدم البروتين بتاعها من عمر 2 سنين. يعني لو 2 سنين وطفله وشعرها تعبان جدا وبتاع بقول لها 2 3 سنين نعمله لها. اللي هو الخالي طبعا اكيد من مواد معينه اللي هي ما تضرش بالفروه الشعر. فراسات مثلا بتعمليها علشان تحافظ على الشعر كده؟ طبعا لازم تحط لها حاجات قبل وحاجات بعد. وهل ينفع بعد الحنه لو هي عايزه تعمل ما جابتش نتيجه مثلا؟ ما هي ما جابتش نتيجه بس هي حطيتها بس ما ينفعش بقى نستخدم بروتين؟ لا لازم اشوف الشعره نفسها. ما هو انا يعني ما فيش حد يقول لي كده في تليفون وانا هقول لها طب خدي طب كذا. لا لازم تشوفي نوعيه الشعرايه وتشوفي تمسكيها وتشوفي شكلها هي تعبانه قد ايه وتلفه قد ايه. طب في نوع معين من البروتين للاطفال زي ما حضرتك بتقولي ولا هم الكبار كبير زي الصغير يعني؟ بس لا في طبعا وفي حاجات بتنضاف عليه للاطفال. مش كل حد، ما هو مش هتجيبي برضو حد كبير شعر افريقي جامد زي بنت صغيره. ولازم تحافظي على الطفله طبعا ما تقربيش لبصيله شعرها خالص نهائي. لو حتى يعني يقول لك في المنتج مثلا ابعدي 1.5 سم او 2 سم ابعدي انت 3 مثلا بتكون عندك فرصه انك ما تاذيهاش. بس احنا برضو عايزين ننصح الامهات برضو من هنا برضو بحاجه كويسه او ان احنا ما نفكرش ناذي شعر اولادنا. هو طبيعته بيبقى حلو وحساس برضو. هو انا بنصح كل ام مثلا وهي بتغسل الشعر تكون رحيمه على الطفله والكبار برضو. بلاش في طريقه غسيل بلاش حته اللي هو اخش الحمام وضمير بقى واغسل شعري جامد وافرك وبتاع. ده كله غلط. لازم كل حاجه يبقى ليها يعني رفقه كده وطبطبه حلوه في الشعر. احنا عايزين حضرتك برضو هتقول لنا طالما يعني احنا كده انا اخدت بالي من حضرتك برضو وانت بتتكلمي معايا بره قبل الحلقه بتقولي ان في مش الغسيل اللي انتوا بتغسلوه ده اللي هو الطبيعي. لا غلط. سواء للرجل سواء للاطفال. والرجل بالاكتر. الرجل المفروض بيطلع من الحمام بيمسك المنشفه يعني ويتنوا طاطا. ده غلط. بعد فتره بتلاقي شعره بيقع بينزل مثلا. دي معلومه جديده بقى. واللي يوقع الشعر اكتر هو القشره الدهنيه اللي بتبقى في الشعر. يعني القشره دي وفي طريقه ان احنا نتخلص منها برضو بالمره كده عشان الشباب اللي بعت لنا. انا جاي لي سؤال برضو بيسالني فعلا لما انا اعلنت لحضرتك على الحلقه. ايوه قالوا لي برضو السؤال ده قالوا لي احنا زي موضوع الغسيل الشعر اللي
ده السؤال اللي انا سالت حضرتك فيه. في عندي صور لحد برضو رجل يعني عايزين يا ريت تتعرض. دي طريقه الغسيل الخطا. وبعدين برضو شعره وقع يعني. شعره تساقط كله. تساقط. طيب ازاي هو يعالج الحته دي؟ بديله علاج، بديله كورس علاج بيمشي عليه. يعني حضرتك بتعالجي الرجل والمراه؟ يعني ما شاء الله، يعني احنا ما شفناش خبير التجميل مع الرجل والمراه. يعني بجد دي حاجه احنا دايما بنسمع كده البرامج يقولوا مثلا ايه المراه، كل الكلام عن المراه، ازاي تعتني بشعرك، ازاي تعتني ببشرتك. برضو حاجه جميله، احنا عندنا راجل النهارده يا جماعه عشان ما حدش يزعل. يعني مشكله. طيب هو دكتور يعني اوقات بيحصل بيلد اب للشعر من حاجات كتير استخدمناها ورا بعضها، زيوت مش عارف ايه، بنستخدم استخدام احنا معانا فعلا صوره، فاحنا عايزين شخص معانا على الهواء يا ريت ونتكلم بقى يعني ازاي حضرتك ممكن تعالجي ده او ممكن تلحقي ده بعد ما بيحصل بيلد اب للشعر. انا استعملت زيوت واستعملت طبعا زي ما حضرتك قلتي ان انا بدات استعمل استعمال غلط وانا بغسل شعري وكل ده، ازاي بقى حضرتك بتلحقي ده او بتساعدي ده؟ منتج حلو قوي قوي يعني وانا بشكر فيه لان الحقيقه انا برضو بستعمله ده بقى زيوت، يعني زيوت حلوه جدا. احنا بعد كده حضرتك هتجيب لنا معانا ان شاء الله عينات هناخدها واحنا ماشيين. في عندي زيوت برضو داخلها ادويه حلوه. دي بتاخديها انت مش شرط ان كل ما حد عايز يعمل بروتين، لا بياخد علاج، بياخد كريمات، بياخد زيوت، بيكون كورس بقى. بيكون كورس وداخل الكورس شامبو كريم مثلا. عندي الزبده اساسي طبعا. طريقه غسيل الشعر، وبعدين مش شرط ان كل حد يغسل شعره يعني 3-4 مرات في الاسبوع. أيوة لا انا لسه جاي اسال حضرتك السؤال ده، يعني المفروض الشعر الطبيعي بتاعه يتغسل قد ايه؟ هو المفروض مرتين، لان احنا ربنا خلق لنا بروتين في شعرنا، لو شلتيه كله الفروه الشعر بتنشف، الغسيل منها. وكمان حاجه تانية، ممكن في ناس ما بتحبش تاكل خضار، ما بتحبش تاكل سلطه، ما بتحبش تاكل احلى حاجه في الانسان يعني في اكله هو ومنتج بسيط ورخيص الجرجير. الجرجير ده حاجه جميله ربنا خلقها، دي معلومه جميله برضو عايزين الساده المشاهدين يستمتعوا بيها كده، وتقعدوا تكتبوا بقى ورقه وقلم تاكلوا جرجير. لا هو جرجير الجرجير جميل، بيتاكل مع السلطه وبيتاكل لوحده مع، وطبعا وزيت الزيتون ده اساسي في كل بيت يعني. ده من ضمن الحاجات الحلوه. هو زيت الزيتون هيلثي اصلا في كل حاجه، البشره والجسم وكل حاجه. وبعدين في ناس بتقول لك اصل الزيوت اصل مش عارفه ايه، طب في ناس ما بتاكلش الحاجات دي كلها، بيبقى ناقصها يعني نظام غذائي فيأثر على بشرتها ويأثر على شعرها. طب احنا قلنا احنا دلوقتي جينا دخلنا في الغسيل، يا ريت الناس معانا كده المشاهدين اللي هم بعدين بيسالوا. طيب في بقى حاجه مهمه قوي احنا لاحظناها في الشباب في الفتره دي، بيستخدموا الجل. طبعا، ودي انا بلاحظ ان ده بيعتبر كارثه من الكوارث اللي هي بتضر بالشعر. عايزه حضرتك تنصحيه خاصه لو هو حط الجل ونام بيه. يعني ممكن بيحطوا مثلا لتسريحه معينه كده ولما يروح يغسله. لا في ناس بتحطه بتسيبه، فلما تسيبيه ايه اللي هيعمل؟ هيتلف الشعرايه. وبعدين اي منتج بيبقى داخله برده فيه حاجات كيماويات داخله فيها. فانا ما ينفعش. بصي انا بنصح لكل واحده، بس استخدامه بالنسبه لاستخدام الجل ما فيش مشكله منه؟ لا لتسريحه معينه بس. لكن استخدمه وانا مثلا انام بيه واقعد بيه واحط تاني عليه بكره، ما هو كده هيضطر بقى انه يغسل شعره كل يوم قبل ما ينام. ما هو بصي، ما هي دي برضو حاجه انا هقول لك، هو مش هيحطه كل يوم، هتبقى صعب يعني. هو ممكن يحطه لفتره معينه وبعدين يغسله. او مثلا بيبقى يعني لاي اسباب عنده هو بقى. لكن مثلا يبات بيه ويقعد يعني يستعمله كتير. انا بعرف شباب بياخدوا البطرمان ممكن يخلص معاه في كام يوم يعني عادي، ما فيش مشكله. انت حضرتك عندك المنتجات دي موجوده؟ موجوده عندي. طب احنا برضو يعني انا اللي انا اعرفه، انت حضرتك قلتي لي انت من المحله صح؟ استقريت في المحله. استقريتي فيها؟ في المحله نفسها، في قريه جنب اللي في المحله نفسها. طيب الناس يعني مثلا انا مثلا عايزه اجي بتاعك فين اصلا؟ هو انا ببقى متواجده فيها على طول، قريه اسمها المعتمديه في المحله. المعتمديه. المعتمدية دي طريق طريق كفر الشيخ. طريق كفر الشيخ ده احنا جيران بقى. والله طيب يا دكتور، حضرتك ليه مثلا ما فتحتيش في المحافظة نفسها او ما او في القاهرة مثلا؟ يعني احنا عايزين نعرف الناس برضو. هو برضو انا عشت بره طول عمري ودي بلد زوجي يعني. والناس اللي فيها كلهم انا حبيتهم وهم ناس كلهم بسطاء جمال يعني. انت قلتي كلمة جميلة قوي قبل الحلقة. انت لما انا حضرتك سألتك برضو حاجة زي كده بره، قلتي لي انا حابة ان انا
انا شايفه ناس جميله طيبين جمال وطيبين، فانا عشان كده حبيت اقعد في وسطهم بصراحه. ده شعور جميل قوي ان حضرتك تفكري في الناس اللي انت معاهم وفي وسطهم. طبعا دي ده انتماء اصلا لوحده. ربنا يخليك. والله بجد يعني لا يعني اللي حببني في المكان نفسه بصراحه هم اولاد زوجي. طيب احنا نكمل برضو عن الشعر ومشاكل الشعر اللي ما بتخلص. انا بقول للمراه دايما ان المراه جمالها في شعرها طبعا، يعني هي وهي قاعده في البيت بدل ما تفضل رابطه طول اليوم شعرها. والكلام ده كله كلمتي بقى عن الرابطه وحضرتك معلش هقاطع كلامك. الرابطه انا عايزاك تقاطعيني. الرابطه والبندانه دي البندانه بالذات لو في واحده بتبقى موظفه بتلبسها مثلا بسالها وقت طويل بتلبسيها قد ايه؟ تقول لك مثلا بلبسها من الصبح لحد الساعه 5 او حد بيبقى لابسها طول النهار. ايوه مزبوط. دي بتاثر على الشعر لان انت شعرك لازم ياخد اكسجين تهويه فلازم ياخد تهويه كويس. طب مجرد ما تخشي البيت اقلعيها بقى وابتدي اعملي مساج لشعرك. مساج بتعمل مساج لشعرها بتبتدي تشغل الفروة شعرها. وبعدين في امشط برضو عندي الامشط دي واسعه المفروض انها تكون سنونها بعيده وانت بتسرحي بيها هي بتعمل لك نفس الحكايه مساج. ممكن تستعمل المشط ده او الفرشه المعينه دي يعني بتقلب شعرها شمال ويمين وقدام. وانا بنصح كل حد انه لما ينام يرفع شعره لفوق لان هو الشعر لما بيكون تقيل بيرجع لورا بيسحب الشعر على ورا فبيفضى. طيب من قدام. بمناسبه النوم بقى يعني في حاجه معينه يعني انا ممكن المخده اللي بنام عليها عموما هل يعني في الطبيعي ان هي المخده لو خشنه او كده ده بيأذي الشعر او كده؟ هي تعزي البشره اكتر. اما انا لسه جايه اقول لك على الحته دي في ناس ما بيناموش غير لما بيحطوا فوطه تحت راسهم. مهما كنت مغيره ما هي الفوطه خشنه فانت بتتقلبي يعني بتتحركي فلكن البشره لا لازم انام على حاجه تكون ناعمه وملمس حلو يعني تكون ناعمه. طب بالنسبة لغسيل الشعر بالليل احيانا بنضطر مثلا حد بياخد شعر بعد ما بيجي من بره بيغسل شعره بالليل لو هو نام. انا في حتة سمعتها كده ان غلط ان احنا ننام وشعرنا مبلول. بص انا بقول لكل حد لازم يكون في استشوار في البيت. استشوار مش هعمله فرشة، انا عايزة استشوار تستعمليه كهوا. ايوه وده اللي بيقابلني هناك في المكان اللي انا فتحت فيه يعني في المحلة. تمام. ما فيش حد بيحب يعني ما فكرش حتى يجيب استشوار. الاستشوار بيديكي هوا فبتنامي في شعرك مش مبلول او يكون مبلول وتربطي عليه الحجاب. فبيعمل لك طبعا اولا كتمه مش كويسه بيأذي الشعر ممكن 80% لان هو مبلول. لكن لما ياخد هوا وتيجي تستعملي له الحاجات اللي هي اللي بتحطيها في شعرك لا بيكون خد شكل احلى واجمل. أيوة. وصحي اكتر. هو انا المفروض اصلا استعمل يعني اما اجي اسرح شعري او احط حاجه على شعري يكون ناشف صح؟ مش في حاجات بديها لك بقول لك حطي مثلا زي الزيت بقول لك حطيه هو شعرك مطلل لسه في يعني بدأ مش هينشف قوي. ما هو انت بصي الحاجات اللي انا بقولها لك دي عن ثقه الناس استعملتها وان شاء الله يعني برضو يتكلموا عليها بصدق جابت معاهم نتيجه ونتيجه حلوه. وانا كانت عندي حاله وبتكلم عليها بالبرنامج كانت حاله صعبه كانت بالنسبه لي يعني والحاله دي برضو صورها من ضمن الصور وكلهم متواجدين حواليا. كانت ايه المشاكل بتاعتها برضو عايزين نعرف الناس؟ اكزيما قشره صعبه ما تتشالش زي اللي كانت بتيجي للبيبي مثلا بعد ما بتولد زي كده زي كده بس دي اكتر طبعا عشان سابتها كتير. معقوله فكل يعني ده بيجي امتى؟ بيجي برضو من الحاله النفسيه زي وممكن الاهمال برضو يا دكتور يعني انا شايفه ان الاهمال ما هو الاهمال والحاله ما بتعتنيش بشعرها بس الحاله النفسيه ليها دور يعني زي التصبغات بتاعه الوجه زي الشعر الاثنين الحاله النفسيه ليها دور 90%. ايوه فبالتالي قبل ما بدي حد كورس بسالها على حاجات كتير جدا تخصها فبتكون صريحه. أيوه. بتجيب معاها نتيجه اكتر. انا الحاله دي كنت واثقه انها مش هتجيب نتيجه معاها من يوم لحد سنه انا قلت لها من يوم لسنه بعدين جابت نتيجه معاها في خلال شهر. طيب يا دكتور احنا عايزين حضرتك تقولي يعني بشكل ترتيبي مثلا ايه الحاجات اللي حضرتك بتقدميها في عندك في السنتر للشعر او الخدمات بتبدا من اول فين لفين مثلا؟
بصي انا بصي قبل كل حاجه لازم اقول لها الاول ازاي تغسلي شعرك. ايوه. وازاي تتعاملي معاه، وازاي تبقي صح صديقه لشعرك. انا اعتبر ده ملخص بقى لنا كده بكل الاسئله اللي احنا كنا بنتناقش فيها دلوقتي. اه تغسلي شعرك كويس، ما تبقي رحيمه عليه، تسرحيه بطريقه كويسه، بتدي له هواء كويس، وبعدين بتبتدي تستخدمي. انت بقى محتاجه ايه؟ محتاجه شامبو كويس. انا الحاجات دي كلها متوفره عندي. طيب. انا ما بخليش حد بصراحه، انا بدي له شامبو، بدي له كريم، بدي له. في سيدات كتير ما بتستعملش كريمات في الحمام. ايوه. بتطلع بشامبو بس وخلاص، او تغسل بصابون مثلا. اه لا، وفي عندي صابون، الصابون ده محقون بدواء، ده طبعا بيشيل القشره من اول مره، من اول مره هي بتحس بارتياح. ده موجود عند حضرتك؟ أوه. من منتجات. أوه. احنا المفروض كنا بقى جبنا شويه حاجات كده ونوريهم للجمهور عشان يقتنعوا. عشان ان شاء الله هيشرفنا. اهلا وسهلا بيها. هي اللي بتعيدها تاني، بتقول لك عشان ناخدهم واحنا ماشيين ان شاء الله. هودوا لك لحد البيت باذن الله. شكرا لذوقك والله. ربنا يخليك. حضرتك بقى يعني احنا بدانا بالغسيل. ايوه تمام. تاني عشان الناس برضو تركز معانا. اه بتغسل شعرها كويس خلاص، ممكن تهويها، ولو هي خارجه بقى موظفه او حاجه لازم تنشفهم. ايوه. الناس فهمت البيبليز خطا. أيوة. ده دي حاجة بقى. أنا بتكلم عليها من البرنامج يا جماعة، البيبليس مش صحي 100%. بعد إذن حضرتك هنكمل بعد الفاصل وانتظرونا. أهلا وسهلا. هعملها لك وعلى الهوا. أيوة، ورجعنا لكم بعد الفاصل. كوني جميلة ولا تتكلمي، ده مثل فرنسي، ولكن أنا بقول لكم زي ما انا قلت لكم، الجمال جمال الروح، جمال الشكل، جمال الاسلوب، وأناقة الاسلوب وجمال النفس زي ما الدكتور قالت. فالجمال هو مجموعه حاجات كده بتكمل بعضيها. دكتور، عايزين بقى نرجع للبيبليس والمشاكل اللي ممكن تسببه للشعر. ايوه اتفضلي اتكلمي عنه. انا كنت بقول لك على البيبليس، الناس فهمته خطا. البيبليس فهمته خطا ازاي؟ الناس فاهمه ان دي حاجه لذيذه في البيت، بتفرد الشعر بسرعه وبتقضي بيها الغرض او الوقت اللي هي عاوزاه، ودايما بندي لنفسنا مبرر ان هو اخف. في ناس استعملته خطا ان كان بيبقى شعرها مندي. طبعا ده يحرق الشعر. في ناس بتستخدمه بتدوس عليه كتير. البيبليز ده اتعمل ايه؟ لما بتكوني عامله بروتين، انت ممكن تعملي قبل البروتين تعملي شعرك ساعه. ده بخبطه واحده. المفروض البيبليز بتمشيه على شعرك مره واحده او مرتين. طب بالنسبه للي بيحطوا الاويل على الشعر وبعدين يمشوا البيبليز، ما هو كل ما بتتكي على البيبليز كل ما بتحرق الشعر. زي اي حاجه سخنه بتيجي تعرضيها لميه سخنه. انا كانت عندي حاله، وحاله بنت حبيبه قلبي يعني، وكانت طفله بصراحه. انا دي الحاله دي مزعلاني جدا، لان اللي عملت لها البيبليز خدت الشعر من جذوره واتكت عليه وهو سخن جامد. ايوه يعني مش مرعيه انها دي طفله. لا، هي ادته لها شكل حلو، هي عايزه تطلع يعني شكل حلو. مجرد ما تحطي عليه الميه خلاص الشعره تطقطق وتتكسر كلها، فبالتالي بتكون الشعرايه يعني اتكسرت واتعدمت خلاص من جوه، من فروه الشعر. واحنا كده المفروض فدي لازم تاخد علاج كامل مكثف. أيوة. علشان يديك النتيجه اللي انت عاوزاها. ده برضو نتيجه حاجه برضو يا دكتوره احب اقول عليها واوضحها، ان احنا ما نختارش اي حد. ده الشعر ده نعمه المفروض نحافظ طبعًا عليها، سواء لاطفالنا سواء لنا. يعني مش اي واحده اروح كده اخد بنتي ادخلها كوافير واقول لها اعملي لها شعرها. انا دايما بصي، يمكن انت قلتي لي سؤال قبل كده، انت ليه فتحتي في المكان ده؟ انا كان ممكن، انا بتواجد في القاهره مثلا كل اول شهر بس بالتليفونات، يعني ما حد بيعوزني بنزل له، ما فيش مشكله. أيوه. لكن الناس هناك محترمه جدا. حضرتك ليكي مكان في القاهره هنا يعني؟ ليه مكان. وبتجي كل 3 ايام مثلا؟ كل من اول شهر كل 3 ايام يعني، وحد بيطلبني يعني بنزل يعني في الشهر 3 ايام. 3 ايام كل اول شهر 3 ايام. فبنزل مثلا اللي عاوز بيتعالج، بعمل بروتين معايا بنات تانيين طبعا مساعدات وكده، وبنات كلهم شاطرين يعني بصراحه. اكيد حضرتك اتعلموا على ايدك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. فانا عايزه يعني ايه، اللي بيعمل حاجه يبقى فاهم البيبليس مش صحي، لا بس لازم يكون متواجد في البيت. الظروف كده، حد جاي بتاع، بعمل خبطه واحده كده بشكل جمالي، لكن اعمله ان ده هو ده الصح ان انا كده لا. الاستشوار نفس الحكايه، بعمل استشوار لمسكه بطريقه صح لبلاش، وبالتالي بيجوا يسالوني. فانا بقول لحضرتك انا فتحت هناك لان الست في المحله ست محترمه جدا،
طيبه جدا. جميل. وعاوزه بقى يعني ايه نبقى انا وهم اصحاب، انا حبيتهم بصراحه، وانا مش حابه لا افتح مثلا في مكان عام او في المحله نفسها وسط المحله لا. هي في مشكله في حته صغيره هنا بس انا احب عايزه اوضحها للناس كلها، لما بيلاقوا واحده نجحت يقولوا لها انت مكانك مش هنا. ودي اتقالت لي كتير. صح. يعني دي بصراحه يا جماعه دي في حد ذاتها حاجه مش كويسه. انا نجحت كتير في البلد دي، بلدي، سواء انا مثلا من كفر الشيخ من بلطيم. أيوه. الناس بعد ما الواحده بتنجح وبتوصل لمكانه كويسه او الواحد بمعنى صح يقول انت مكانك مش هنا، انت مكانك مش عارف فين ايه. يعني هطلع من لن اعيش في جلباب ابي. انا يعني عشت عمري كله بره، يعني بره مصر خالص، ولما جيت استقريت وكده بالعكس انا شايفه ان الناس كويسين، وانت تقدري تفيدي كمان الناس في مصر اكتر. يعني علمي 25 سنه اكيد هطلعه للناس. هم هنا محتاجين. هم هنا محتاجين جدا. وده انتماء جميل قوي من حضرتك بجد. ربنا يعني نفس ما انا بقول لحضرتك، شوفي قالوا لك ايه وقالوا لي نفس الكلام اللي هو ان هم عايزين. احنا بالعكس ده احنا بناخد كمان قدوه بالرسول عليه الصلاه والسلام. وكمان احنا نهني برضو الامه الاسلاميه، احنا داخلين على الذكرى الاسراء والمعراج. يعني دي حاجه يعني احنا جبنا الكلام كله مع بعضه. الكلام بيجي ان هو كان عنده حب لمكه ودي كانت بلده الام. فاحنا لازم يبقى عندنا انتماء لبلدنا او المكان اللي احنا تربينا وعشنا فيه، وما نطلعش من المكان ده. بصراحه مصر وانا والسعوديه بحسهم بلد واحده. وانا ده مصر كلها بقى. انت مصر حضرتك كلها. طبعا. احنا كلنا بنتكلم. والبلد اللي اتربيت فيها برضو ليبيا. انا دول البلدين دول انا بحبهم جدا وبحب ناسهم قوي 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 قوي. حاجه جميله ان يبقى عندك انتماء. طبعًا. برغم انك عشت بره كتير. كلهم ناس محترمين. وانا بصراحه بحسهم كلهم اهلي يعني الحمد لله. ومع ذلك برضو ما سبتيش البلد اللي حضرتك فيها وما جيتيش القاهره زي ما الناس قالت لك. لا. ومع ذلك استمرتي في المكان. طبعا استمر. لان اي حته بتروحيها فيها ناس بتحبيها مش هتسيبيها بسهوله يعني، لان اكيد انت بتحسي بالحب ده. احنا على فكره خدنا من الحلقه حاجات كتير قوي، حاجات جميله ودروس كتير. ربنا يخليك بجد. انا زي ما عودتكم انا بعرفش اطلع من الحلقه غير لما اكون عملت شويه بصمات حلوه كده وحاجات جميله. انا خدنا الانتماء وخدنا وذكرنا الرسول عليه الصلاه والسلام، ودخلنا في قضايا برضو مهمه جدا اللي هي ازاي الواحده تكون جميله لنفسها وتعتني بنفسها. ودخلنا الراجل معانا ان هو لازم يهتم بشهره. طبعا. يعني بصوا ما سبناش حاجه. زي ما المراه بتحب انت بتحب زوجتك جميله وهي بتحب الزوج جميل، ما انت لازم انت تهتم وهي تهتم، والحاجتين مكملين بعض. حلو جدا. طب احنا عايزين بقى ننتقل لقص الشعر، ما بين مثلا انه في الطبيعي ان احنا المفروض بنعمل تريم اللي هو بنقص الاطراف بس بيجي اوقات يقول لك لا انت لازم تعملي بيجت شوب، تقصيه جامد، بيكون الشعر مثلا مفرود قوي وانت اصلا شعرك كيرلي فانت عايزاه يرجع مثلا كيرلي. فاحنا عايزين نعرف هو القص مش علاج بس. هو انت لما بتقص الاطراف بتفوقي الشعريه بتديها شكل حلو، لكن هو القص ككله اللي اذا كنت انت عايزه موديل ده يختلف عن انا بعالج. أيوة. طب انا بقترح عليها لازم اقتراحات، عالجي الاول خدي علاج وشوفي شعرك هتحبه لو هي حابه شعرها فعلا. ان في اغلبهم بيزعل ان انا هقص شعري كله ليه، طب ما انا ممكن اعالجه بس ما بيلاقوش الحل ده. كل الكوافيرات بيحبوا المقص تك 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 تك. أيوة. احنا عايزين حضرتك بقى، احنا معانا وقت بسيط دلوقتي معاكي بصراحه بيجري بسرعه. ربنا يخليك. والله بجد مش عايزه الحلقه تخلص. ربنا يسعدك. وانا نفسي مستمتعه بجد. انا اول مره يعني دايما الناس متعوده ان انا بدخل في قضايا وادخل في مشاكل وحاجات كده يعني النهارده احنا نوعنا الحلقه خالص. ربنا يبارك. فاحنا عايزين حضرتك بقى تقولي للناس تدريجيا كده بدايه ما انا اهتم بشعري، اغسله كم مره في اليوم حضرتك، دي بقى النصايح. بصي حضرتك، هو المفروض لو انت عايزه تعملي شاور مثلا غسلتي شامبو مره الباقي بدون شامبو، مش لازم ان انا اخش يعني اخش اغسل شعري وشامبو وافرك شعري، لا لا لا. ممكن استخدم كريم كويس، الحاجات المرطبه للشعر، ودي بتبقى متواجده عندي انا بديها حاجات بتكفيها فتره يعني فتره حلوه، اولا حاجات وداخلها علاج حلو، فهي بتستخدم ده وبتستخدم ده، لما بتمشي على التعليمات كويس بتلاقي فروه شعرها حلو وشعرها حلو. الغسيل كتره مش كويس يعني مش كل يوم دخلتي تعملي شاور يعني الصيف طبعا انت عارفه الميه وكده. ايوه. او بنصح كل واحده بتنزل بسين لازم تستخدم فيه كريمات تتحط على الشعر علشان ميه البسين ما تثبتش على الشعرين بتجري من عليها كده، تمام. او تنزل البحر بشعرها. طيب هي لابسه حجاب تدهن شعرها وتلبس الحجاب وتنزل البسين وتنزل عشان لو ميه طلته
ميه البسين بتبقى فيها كلور، يبقى كده ميه البحر فيها ملح. ايوه. فما تكونيش انت عامله حاجه كويسه وتيجي تبوظيها مثلا. ده نوع طيب من انواع. بالنسبه بقى للبروتين برضو عشان هنختم حضرتك، تحب تقولي ايه؟ برضو عايزين نقول للناس احنا طبعا الحلقه زي ما قلت عايزين بجد مش عايزها تخلص والله. ربنا يخليك. طيب حضرتك تحبي مثلا نصايح تانية بالنسبه للبروتين تتكلمي؟ الحاجات دي طبعا موجوده عند حضرتك، المنتجات دي كلها. انا بتكلم على البروتين بصفه عامه، ان هو حاجه حلوه جدا مسهله للناس في البيت، انك تقعدي دايما شكلك حلو. كلام جميل. بس اهم حاجه لازم نختار الشخص الصح. الكلمه الجميله دي، لان هو زي ما قلت لحضرتك الوقت الحلقه بصراحه خلص معاها مع حضرتك بسرعه، وخلص معاكم بسرعه اعزائي المشاهدين، وان شاء الله انتظرونا في طب حضرتك تحب تقولي ايه برضو باقي يعني من الزمن دقيق. نختم الحلقه، انا عايزه اختمها بحضرتك، تحبي تنصحي الناس بيه؟ الله جميل، يحب الجمال، والمراه دايما تكون حلوه. انا بحب المراه اللي تحب تهتم بنفسها، كلام جميل. يعني تكون جميله في كل حاجه، والراجل برضو ما ننساش الحته دي. على فكره انا بحب الرجاله بيكون عندهم صنعه برضو، يعني بساعدهم. طبعا زي ما قلت لكم احنا طبعا جينا لنهايه الحلقه بسرعه، وبنشكركم جدا اعزائي المشاهدين، بنشكر حضرتك جدا بجد. انا مستمتعه جدا بالحلقه، وزي ما قلت لكم احنا معاكم في كل اوقاتكم، وبرنامج بلدنا الحلوه وبرنامج بنت البلد الاثنين بيكملوا بعض مع القناه الام، قناه الصحه والجمال، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أول حضرتك.